الوالدة في الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مشاكلهم الحقيقية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة. اليوم سنتوقف على حصيلة النجاحات والإنجازات لمبادرات وتحليم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدات والسادة ممثلي المؤسسات والمؤسسات، في البداية أن أرحب بحضور الكريم على تلبية الدعوة للمشاركة في أشغال هذا اللقاء العام الذي ينعقد بمدينة المحمدية تحت الشعار الشباب محرك التنمية. ولا ترضيني، فالعديد منهم يعانون من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية منهجية جديدة في التعاطي مع هذه الشريحة التي تبقى الاستفادة من عطاءاتها. تحقيقا لهذه الغاية بات لزاما علينا من جهة العمل، ومن جهة ثانية تبني رؤية مستقبلية إلى آخره، وذلك من أجل ربح رهان التوظيف الأمثل للرأس المال البشري الفنية والثقافية والرياضية، على إنجاز 300 نشاط مدير للدخل والاستراتيجيات الفعلية للشباب التي لا زالت في تزايد مستمر من الفعالية على مستوى الأداء وترسيخ قيم المواطنة واسترجاع الثقة والأمل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة العاملة للمؤسسة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الوجه الوطني المهيكل الذي أطلقه صاحب جلالتنا محمد السادس أيده الله، والذي سعى خلال السنوات 13 الماضية إلى تحسين الظروف المعيشية، الذي يعد ثروة وطنية حقيقية ورأس مال بشريا، عنصرا فاعلا في دينامية التنمية ورافعا لخلق الثروة، يعني آفاقا رحبة من أجل تحرير المبادرات، ومن أجل كذلك تقوية ما هو مرتبط في إطار استراتيجية القطاعية في مجال اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر. Célébration du 13e anniversaire de l'initiative nationale pour le développement humain. Je saisis cette occasion également pour souhaiter à tous un bon mois de Ramadan, Ramadan Karim. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous quelques réflexions à l'ouverture de ce programme qui montre que dans le domaine de l'éducation, de l'emploi et de la participation des jeunes à la société, de proposer des solutions pertinentes en faveur du développement durable. La participation de la jeunesse est plus importante que jamais. La jeunesse est en droit d'exiger que les progrès marquants dont notre monde a tant besoin. لا هذا صحيح.